ابنتي تزوجت من شاب مصري وظيفته كذا بلاش نقولها. تعرفت عليه في فرح صديق وطلب ابنته، يعني شاف في فرح انبسط منها طلب البنت، وتمت الخطبة والزواج في شهرين. وبعد الزواج اكتشفت انه يحمل جنسية نمساوية، وقدم لنا اوراق كان متجوز بالنمسا في المحكمة بسبب الجنسية وطلقها، وقدم ورق الطلاق، وقدمنا الورق الى المجلس الملي، ربما يقصد مجلس كيريك يعني. في شهر اغسطس 92، لكن بيسألوا عليه بالنمسا والى الان لم يؤدي الاستفسار عنه، واكتشفنا الان انه متزوج في النمسا وليه ابن. فهل وجود ابنتي معه حلال الى اخره؟ بقى انت تشوف واحد نمساوي هو طلع نمسي بصحيح، تروحي على طول مجوزاه لبنتك بدون سابق معرفة؟ يا ريت كنت قلت لنا وكنا نبحث الموضوع قبليه، قبل الزواج مش بعد الزواج، نبحث الموضوع ونشوفه متجوز ولا لا. كما ان الزواج مفروض ان احنا لما بنجوز حد بيجيبوا شهادة عدم وجود موانع، شهادة عدم وجود موانع، ومن ضمن موانع الزواج ان يكون متزوج قبل كده يعني، او يكون مطلق لسبب غير مظبوط او اي حاجة يعني يكون مانع. فاللي جه من بره ده جاب لكم شهادة موانع من الكنيسة في النمسا. ما احنا عندنا كنيسة في فيينا، وكنيسة في جرادز، وفي لينز، وفي أينزبروك، وفي بعض بلاد أخرى. فكنتوا تبعتوا للكنيسة هناك وتقولوا لهم الشخص ده جنسه ايه، لكن تروحوا متجوزين كده على طول بدون تحقيق، بدون معرفة إذا كان هو متجوز ولا مش متجوز. على أي حالات يا ريت نبقى نبحث الموضوع ده في المجلس الإكليريكي، ونطلب من الأسس بتوعنا يبحثوا لنا عنه. وجايز ما يعرفولوش طريق. كمان انت قلتي في النمسا وما قلتش عنوانه في اي بلد من بلاد النمسا، عشان نشوف البلد دي وعنوانه ونسأل عليه هناك ونشوف الكنيسة. ثم بنتك لما راحت هنا، راحت هناك ولا ما راحتش؟ ولو راحت لقيت واحدة تانية هناك ولا ما لقيتش؟ ولقيت الواد ابنه ولا ما لقيتش؟ يعني برضو المسائل كده لازم تتعرف. واحد يعجب بواحدة في كده في حفلة زواج، يلا ده ما أسهل الحكاية. خلي بالكوا وكونوا مدققين، و ما تخلوش حكاية الزواج دي تمر بالسرعة بدون فحص.